لجين لجين اربط حزامك. صحيح بالتصوير لجين قلت لك اربط حزامك وتركت وعمل. لجين مش الاخبار؟ لجين لجين ربك طلع ولا ما طلع؟ لجين لا هذا المكياج صار من وجهي. كنت اتوقع افوز واصير تاجر كبير. اخيرا يبا صرنا اغنياء. تذكرت ابى اتصل على مديري بالدوام. هلا والله يا اخي، في شيء ودي اقول لك اياه من زمان بس ما اقدر. انت فاشل ودب وغبي وتبي تسمع شيء ثاني بعد؟ خذ يبا. مدير فاشل ما طور من نفسه، انا طورت من نفسي وصرت رجل اعمال كبير. خليني اشوف هذا وش عنده بعد. أجل تبون الأجار؟ شايف بيتك ذا اللي ما يعيش فيه كلب؟ تعال استلمه الحين. يبي الأجار عشان ذا البيت التعبان. يبا 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 كذا تبريد. شو؟ والله لحظة تبريد. وشو له سلك؟ سلك قافل دار التشغيل. اي انا عارف وكم هو هذا ستينر. وقبل سنتين ما شريت لك اياه وتقعد تقطع انت. الشرفه ما هو عليك، الشرفه علي يشتري لك مره ثانيه. بابا بابا هلا والله. في مكياج جديد في الموقع نزله وابي اشتريه. وبكم هو هذا؟ ب 600. حاضر من عيوني. وانا كم عندي بنت؟ بنت يا بنت يا بنت اللي ما خلفش بنات. يا اللي شاهد على الحين شكلي بتدلع زي اختي. بابا بابا ابليس ابغى اصير شاحن جديد. شاحن